السلام عليكم، اسمي مريم موسى، جايه من ليبيا، جايه اعمل ماستر هنا في جامعه اسكندريه. فسمعت من زميلاتي ان في حاجه اسمها اليكسيا، دي اول تجربه ليا في اليكسيا، كانت تجربه رائعه. تعرفت فيها على اليكسيا كممبر شيب، يعني فيري نايس. معاملتهم كانت فوق الوصف، الحاجات استفدت منها كتير. تجربة علمية رائعة، فيها الانيمال لاب، فيها الليكتشرز، في كل حاجة. مش هقدر افصل فيها، بس هي كلها على بعضها تجربة مميزة ليا بصراحة، مش هتتكرر تقريبا، يعني كتر ما انا مش مصدقة، مش متخيلة انها ممكن تتكرر في العمر الثاني. شكرا جدا لكل التيم اللي فيها، و thank you, that's all.